للوجبة الأولى تحديداً تأثير قوي على هرموناتنا وعلى مدى زيادة جاذبية الوجه للجنس الآخر. لذلك إذا كانت البداية بتناول وجبة لحم بانتظام سيجعل من البشرة أكثر توهجاً وصحة لدى الرجال والنساء. وبالمقابل تختلف استجابة البشرة بين كل منهما، يعني من استهلاك الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات أو السكريات. فتناول الرجال للوجبات الخفيفة مثل رقائق البطاطس أو البسكويت يزيد من جاذبيتهم أيضاً، بينما يختلف الأمر بالنسبة للنساء حيث تضعف هذه الوجبات هرموناتهن نظراً لتأثير السكر على شيخوخة الجلد، وبالتالي يصبحن أقل جاذبية للرجال.